أنا ناصر محمد سليمان الصافي، صحفي سوداني وتشكيلي. قدمت إلى إيرلندا منذ 4 أو 6 شهور تقريبا في مدينة لونغفورد. اعتقلت وعزبت وشردت وفصلت كثيرا من عملي، ولكن كنا صامدين وبنحاول نواجه السلطة ونحن في السودان يعني. لكن في الفترة الأخيرة وصلت المسألة لتهديد بالتصفية، تهديد بالقتل من بعض الجماعات الإسلامية. ما في طريقة غير أنه الواحد يشوف مكان آخر على أساس أنه يواصل مسيرته، سواء كان في مناهضة الحركات الإسلامية أو في التعبير الأنسب اللي هو الفن التشكيلي. هو بالطبع طبعا يعني التشكيل في حد ذاته يعني ثقافة متكاملة، وعندنا نحن بعض الجماعات الخلفية الإسلامية بترفض التشكيل ذاته، بترفضه يعني باعتبار انه الرسم حرام يعني. بترفض الرسم تماما يعني، بتقول انه الرسم ده حرام. في مجتمعات بتجي من بعض المناطق بتاعت النزاعات ما عندها خلفية ثقافية تجاه أوروبا، بقدر ما هي يعني تحمل شحنات سالبة تجاه المجتمع الأوروبي. ليش؟ لأنه عدم الوعي وعدم التعليم وعدم المعرفة. لكن نحن من خلال بعض التجارب، بعض التفاصيل يعني، أسأنا من خلال تجربتي في المعسكر في قوميات مختلفة كده، قدرت جذبتها وعلمتها بعض الرسومات، فناس بيقوا فنانين يعني أو عندهم استعداد يبقوا فنانين. فافتكر انه التشكيل ممكن يوظف توظيف جيد من اجل خدمة بعض المشاريع او كلية من المشاريع المتكاملة يعني، اللي هي من ضمن الدمج وإعادة التوطين يعني، والتقليل من مخاطر التطرف باعتباره اللغة الوحيدة المشتركة بين كل شعوب العالم يعني.